التنميه يديروها اولادها انتوما. بقاش هذا. اذا موقفنا هو بالمرصاد لكل اشكال الانحرافات التي اضرت بالاقتصاد الوطني وكلفت الخزينه العموميه مليارات الدولارات. هنا باش نطمن بعض الاخوان بالنسبه لتضخيم الفواتير وهذه، نهنيهم ولا واحد يفرض عليهم الشيء اللي ماهوش معقول. صح كانت فيه لجنة ربما عن سوء فهم تجاوزت صلاحية نتاعها، ولكن كل شيء توقف وتلغى. إذا كان فيه استرجاع بعض الأموال تاع الدولة يكون بصفة أخرى، مش بهذه الكيفية هذه، مش بالضغط وبالشانتاج لأن الدولة باش تحترم، باش تحترم لازم هي تحترم الناس كذلك. تحية الجزائر.